نتكلم مشاهدينا بشكل أكثر تفصيلا وينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس. دكتور صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح نور. أهلا بحضرتك. مناطق المال والأعمال دكتور هي عبارة عن تركيزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، الاهتمام بوجود قانون يحكم هذه المناطق، عايزين نعرف من حضرتك أهميته بالنسبة لتحقيق مستهدفات الدولة لجذب الاستثمارات وما يتم العمل عليه أيضا الآن كيف يخدم هذا الهدف. طبعا احنا بنشوف النهاردة الدولة المصرية بتستهدف ان هي تستغل كل مواردها المتاحة والتي تم استحداثها. النهاردة بتكلم على المجال للمناطق المال والأعمال بما أنشأته الدولة المصرية من مدن جديدة ومتطور كبير جدا كلنا لاحظناه في إنشاء المدن المتطورة والمدن الجيل الرابع، وشفناها في العاصمة الإدارية والعالمين والأكثر من مكان على مستوى الجمهورية. فتمت أنشأت الدولة مناطق مختصة بمناطق المال والأعمال، مناطق يتم فيها تجميع كل أوجه التعاملات المالية من شركات تأمين البورصة البنوك بكافة أنواعها. فأصبحت هذه المناطق هي قبلة لتجميع كل من يهتم بهذا النوع من الاستثمار في مكان واحد لخلق حالة من التكامل. ونقول النهاردة عشان برضو تكتمل الصورة اللي بيتم مراعاة كل الأبعاد وطبقا لما تم في على مستوى دولي، شفناه في وول ستريت، شفناه في لندن. فكل هذه الأمور طبعا هي دراسات سابقة تم وضعها في عين الاعتبار فيما تم إنشاؤه كبنية تحتية ولوجستية وبيئة متطورة لتستوعب هذا النوع من الأعمال. فبتستكمل الصورة النهاردة الدولة بوضع إطار تشريعي يحكم وينظم هذه التعاملات أو هذا النوع من التعاملات الخاصة بمناطق المال والأعمال، بييسر على الجميع، ييسر على الدولة المصرية الحصول وحفظ حق المستثمرين، ييسر على المستثمر البقاء ويزيد من استثماراته في الداخل المصري ويؤمنه ويؤمن استثماراته ويؤمن خروجه باستثماراته ودخول استثماراته. كل هذه الأمور طبعا كانت محتاجة إطار تشريعي، فعشان كده احنا شفنا أكثر من سيناريو أكثر من نموذج تم طرحه للوصول إلى قانون ويكون مرضي ومقبول للجميع، يحفظ الحقوق ويبين الواجبات والالتزامات لكل المتعاملين في هذه المناطق. واعتقد ان هي خطوه جيده جدا بتدعم اتجاه مصر لجذب الاستثمارات في كافه الانواع، وطبعا في اتجاه مصر الى بناء بنيه رقميه. اعتقد ان هي خطوه مهمه جدا بتستكمل هي فعلا خطوه مهمه جدا دكتور محمد، ولكن دعني اناقشك في هذه النقطه تحديدا بما اننا نتحدث عن يعني مسوده، هذه اهم البنود التي يجب ان تتوفر في هذا القانون حتى تحمي المستثمرين، وايضا اليات المتبعه من الحكومه خلال الفتره الاخيره والمجهودات او الجهود التي تقوم بها الحكومه في هذا الشان لتحقيق مستهدفات الدوله لجذب الاستثمارات الى مصر. طبعا احنا شفنا خلال الفتره الماضيه اصلاح في البنيه التشريعيه في كافه الامور، ويمكن طبعا لا سيما طبعا القطاع الاستثماري اللي تم وضع قانون ضمانات وحفظ الاستثمار. هنا قانون مناطق الاعمال والاعمال هو قد يعد جزء من قانون الاستثمار بس جزء مفصل ومختص بهذه المناطق وبهذا النوع من الاستثمار اللي بتحكمه الرقميه بشكل كبير جدا، بتحكمه البنيه التحتيه المتطوره او من الجيل الرابع اللي كله معتمد على الانترنت وكله معتمد على الشبكات الدوليه والتواصل الدولي. فالنهارده محتاج القانون النهارده يضع هذه البنيه اللي كانت غير موجوده في الماضي ليضعها النهارده في اطار قانوني يحمي الجميع، النهارده بنود الحمايه للجميع ووضع اسس للتعامل ما بين الدوله المصريه وكافه المتعاملين. النهارده بكمل ما بتكلمش على متعامل من جهه واحده، بتكلم على اطراف متعدده ومن كل دول العالم بتتعامل مع هذه المناطق. النهارده استثمارات كلها بتتم عن طريق الانترنت وعن طريق شبكات الابلكيشن التليفون المحمول، فده كله محتاج صياغه قانونيه تتواءم مع هذه المستجدات التي طرأت والتي ستطرأ في المستقبل، فده كله بيتم وضعه بأسس مستقبلية. عشان كده قلت ان في اكثر من سيناريو واكثر من مسودة للوصول الى حالة مرضية للجميع تأمن وتؤمن المستثمر وتؤمن حقوقه وتأمن حرية التحرك رؤوس الاموال في وضعها الان. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد البهواش الباحث الاقتصادي بجامعة السويس على كل هذه التفاصيل.